القوات العراقية تحرر جامع النوري وتعلن نهاية احتلال داعش للموصل. قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها على داعش في الرقة والتحالف يتعهد بتقديم الدعم. وفيسبوك تختبر استخدام الطائرات من دون طيار في توصيل الإنترنت. أسعد الله صباحكم بكل خير مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة اليوم المفصلة من أخبار الآن، نبدأها من الشأن العراقي. إذ أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية تحرير جامع الكرار في مدينة الموصل، مشيرة إلى تمكن الجيش من قتل 12 إرهابيا والاستيلاء على معمل لتصنيع الصواريخ في منطقة باب جديد في الموصل القديمة. وقالت القيادة إن قطاعات الاتحادية تقدمت في محاورها الثلاثة بحذر شديد وتعمل على عزل الإرهابيين ومحاصرتهم بعيدا عن تواجد المدنيين. من جهته قال قائد قوات مكافحة الإرهاب الفريق الركن عبد الغني الأسدي إن جامع النوري أصبح خلف قطاعات الجيش العراقي. إلى ذلك دخلت أخبار الآن إلى منطقة جامع النوري الكبير بعد أن حررته القوات الأمنية العراقية من احتلال داعش، معلنة انتهاء احتلاله لمدينة الموصل لقرابة 3 سنوات. ووثق مراسل أخبار الآن موقع الجامع وكيف فجره مقاتلو التنظيم قبل أن تتقدم صوبه القوات الأمنية العراقية لتحريره. مراسلنا وسام يوسف مشاهدينا والتفاصيل. هنا المقر الخلفي لقوات مكافحة الإرهاب العراقية، منه انطلقنا باتجاه منطقة الفاروق حيث علمنا أن القطاعات تتقدم باتجاه جامع النور الكبير. اجتزنا هذه المنطقة ووصلنا على بعد 100 متر من مكان جامع النور الكبير حيث بدأت المعركة قبل قليل. سلكنا المسافة المتبقية سيرا على الأقدام إذ تدور المعركة بالقرب من جامع النور الكبير. وفور انتهائها أعلنت القوات العراقية التحرير الكامل لجامع النوري من حيث أعلن البغدادي خلافته المزعومة قبل 3 سنوات. هنا خلفي كما تشاهدون يظهر جامع النوري ومنارة الحدباء بعد أن فجرها تنظيم داعش، تم تحريرها اليوم من قبل قوات مكافحة الإرهاب. هذه القبة ومن تحتها كان المنبر الذي أعلن منه البغدادي خلافته المزعومة. مع تحرير هذا المكان والمنبر الذي أعلن منه الخلافة تعتبر معنويا وعلى الأرض خلافة التي أعلنها البغدادي بحكم المنتهية. هذا ما تبقى من جامع النور الكبير، وهذه هي القبة التي أعلن من تحتها زعيم داعش الإرهابي أبو بكر البغدادي خلافته المزعومة في الموصل. وهذه المنارة الحدباء لم يبق منها سوى قاعدتها بعد أن فجرها مقاتلو التنظيم. فباشرت القطاعات في الساعة 500 من صباح اليوم بالتقدم نحو المنطقة من عدة محاور، واستطعنا كسر خط صد داعش بوقت كلش قليل. قدرنا نقتحم داخل المدينة، فكان الواجب الأساسي هي تحرير الجامع لأنه هو يعتبرهم رمزهم الرئيسي. دخلنا له من محاور حالياً قطعتنا عبرة الجامع، صارت الجامع حالياً بالخلف محرراً بالكامل. كان الهدف الرئيسي من العملية اليوم هي إخلاء عوائلنا الكرام من أهالي الموصل المتواجدين بالمنطقة محاصرين. قدرنا نفتح لها طرق آمنة وحالياً تم الإخلاء وجار الإخلاء الكثير منهم. القوات العراقية تمكنت من إخلاء المدنيين من الجهة الأخرى لجامع النور الكبير عبر وضع ساتر من عربات الجيش لكي تقي الناس من رصاصة قناصة داعش، بينما تقدم المقاتلون العراقيون لتأمين المساحات الواقعة خلف الجامع. الحقيقة حسب معلوماتنا الاستخبارية أنه عوائل الدواعش احتجز أيضا معها كثير من العوائل البريئة كي يستغلوهم كدروع بشرية، وأيضا في إخراج العوائل بدأوا في دفع عوائلهم مع العوائل النازحة كي يغطوا عليها. نحن ليس لدينا شيء ضد عوائل داعش، هم مدنيون مسالمون، من كان منهم مدني ومسالم ليس لدينا ضده أي شيء ويعود إلى أحضان الوطن مواطن عادي.
جل ما تبقى لمقاتلي داعش كي يتحصنوا فيه قبل وصول القوات العراقية إليهم هي مساحة لا تتجاوز نصف كيلومتر مربع، وهي المساحة المحصورة بين منطقة الميدان ونهر دجلة. وبينما تيقن مقاتلو داعش من هزيمتهم وانهيار خلافتهم المزعومة، لم يبق لهم أي خيار سوى الموت بعد أن تخلوا عن خيار الاستسلام مقابل السعي وراء الهرب أو التخفي بين النازحين الهاربين من إرهابهم. هذا وأكد قائد قوات جهاز مكافحة الإرهاب العراقي الفريق الركن عبد الغني الأسدي لأخبار الآن أن ما تبقى من مقاتلي داعش هي أعداد قليلة، وفي كل يوم يتم قتل كثير منهم خلال عمليات تحرير الموصل القديمة. وأضاف الأسدي أن قواته بالتعاون مع قوات الجيش والشرطة أحكم سيطرتها على جميع المنافذ التي من الممكن أن يستغلها مقاتلو داعش للهروب، وبات الحصار مطبقا عليهم من جميع الجهات. الأعداد قليلة ودائما في تناقص، يوميا تقتل من عندهم عدد معين، اللي باقي ضمن إمكانيات جميع القطاعات اللي متقدمة الآن باتجاه ما تبقى من موصل قديمة إن شاء الله. هذه محاولات بائسة ويائسة إذا صارت قبل يومين أو تصير بعد يوم أو يومين، لن يكتب لها النجاح إن شاء الله. كل الإجراءات متخذة وكل الطرق مراقبة وإن شاء الله الأمور جيدة. إلى ذلك تحدث مواطنون من الموصل القديمة للتو تخلصوا من المناطق المتبقية التي تنتشر فيها فلول داعش، تحدثوا لأخبار الآن عن الأيام الأخيرة التي عاشوها في ظل الإرهاب الذي مارسه أفراد التنظيم ضدهم. نتابع. دمرونا وقتلوا جزير وقتلوا الغالي مالي، ابني العش واقف 17 سنة عمره واقف مع ولاد عمه، وما نعرف ان بين جت الطلقة وجتلت وراح لعشته. بالأخير قاموا نقلم وناكل وميتين من جوع وما أحد يعطينا ونقلم، أعطونا يقولون هذا مال أخوة مع أشنو أبوي، وما ناكل وما يلبيغ شربنانه وتحملنا الوضع وشربنا مي الشط، ميتونا من جوع ومتنا من الجوع ومن العطش ومن كل شيء، وتحت الأنقاض وما يشيلون اللي يموت، ما يشيلون ولا يعملون. كانوا يموتون يعني خلال شهر، احنا ماتنا 5. أول شيء عمتي ما نعرف منها، ما جاوبونا جثتها، بعدين أخويا، آخر يعني كنا نقطن ماي معجونايا، مرة منغلى المعجون. آخر عايش في يوم 15 قلنا نفطر ما يخبز، ما عدنا ما البيت قلنا نفطر عليه على خبزه، يقولوا ما قادم الأخوة ما نطي، قلتوا يا بشر ما تطن حتى لو جل كان أبو العشرين دي يفطر أبويا أمي، لا بس لقمة واحدة دي ظنوا لي غدا صيام، يقولوا ماك ما نطي عشان ناكل احنا. القناصين مال داعش جو وقفوا ويا بابنا، أنا خفت قلت له جبت الطيارة بيتنا تقصفوا البيت، هو انضرب هاونات بس هم قاعدين بيه بعد، قمت فاتوا ودشوا على القنطرة، قلت ولي يابا لا تحكي معاهم بس الطيارة تجمع علينا، شو بس طلعوا وسديت الباب وانسحبوا من يمنا وما شفنا وجههم. ثاني يوم اشوف اولادي قالوا يوم شفنا شرطة ما عندهم لحية، ما قلت لهم خاف على متوهمين انتم ايش شفتم شرطة، قال والله يوم لابسين يعني بدلات هيجي مال الجيش، اشوف المحلة قامت تطلع وسألتهم انتم وليها بس صحيح، قال ايه اختي صحيح جيراننا الجيش، ما صدقت على الله، ايه والله يأسنا ايه والله. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد فاصل قصير. الأمم المتحدة تؤكد استخدام غاز السارين في خان شيخون. أحييكم من جديد. أصيب 7 جنود في تفجيرات انتحارية وإلقاء قنبلة يدوية استهدفت قوة من الجيش اللبناني كانت تنفذ عملية دهم في مخيمين للنازحين السوريين شرقي لبنان، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام
اليوم الجمعة. وقالت الوكالة في بيان لها إنه في وقت لاحق أقدم 3 انتحاريين آخرين على تفجير أنفسهم من دون وقوع إصابات في صفوف العسكريين، كما فجر الإرهابيون عبوة ناسفة. في الشأن السوري، أكد خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تقرير سري أن غاز سارين استخدم بالفعل في الهجوم على بلدة خان شيخون السورية في 4 من شهر نيسان أبريل الماضي. وقال خبراء المنظمة في ختام تحقيقهم حول هذا الهجوم إن عددا كبيرا من الأشخاص، بينهم أشخاص ماتوا، تعرضوا للسارين أو لمنتج من نوع السارين. قال وكيل الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ستيفن أوبراين إن نظام الأسد يعرقل وصول المساعدات إلى المحتاجين إليها في الأراضي السورية. وفي تقرير حول سوريا إلى مجلس الأمن الدولي، قال وكيل الأمم المتحدة إن نظام الأسد رفض أخيرا إعطاء قافلة إغاثة ترخيصا بالعبور إلا في اللحظات الأخيرة، ما تسبب في تأخير وصول القافلة إلى هدفها وانتظارها لليوم التالي بسبب خطورة حركة قوافل الإغاثة ليلا في مناطق الحرب. ودعا إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى 500,000 مدني محاصرين في مناطق مختلفة في سوريا. شن داعش هجوما عنيفا على حيي المشلب والصناعة في مدينة الرقة بالطائرات المسيرة والمفخخات بحسب ما أفادت به مراسلة أخبار الآن. يأتي هذا الهجوم في أعقاب سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على المنطقة الواقعة جنوب نهر الفرات، لتقطع بذلك آخر طريق كان يمكن لأفراد داعش الانسحاب منه باتجاه مناطق احتلاله في البادية السورية ومحافظة دير الزور شرقي البلاد. مع إعلان تحرير مدينة الموصل من احتلال داعش، تواصل قوات سوريا الديمقراطية في الرقة السورية معركها ضد التنظيم، حيث قطعت المنفذ الأخير المتبقي لداعش من المدينة إلى بقية مناطق احتلاله في سوريا. تفاصيل معركة الرقة مشاهدين مع الزميل يمان شواف. لم يعد أمام تنظيم داعش الكثير من الخيارات، باتت نهايته في أهم معاقله في سوريا قاب قوسين أو أدنى، حيث خسر التنظيم مواقع له داخل مدينة الرقة، وشهدت المعارك تقدما ملحوظا لقوات سوريا الديمقراطية وانهيار لداعش وهروب جماعي لعناصره. الاشتباكات تدور في حي النهضة وسط الرقة، حيث تمكنت قوات سوريا الديمقراطية من تحرير حي القادسية غرب المدينة، وبذلك أحكمت قوات سوريا الديمقراطية السيطرة من المحور الغربي، طبعا هذا الحي الذي سيطرت عليه قوات سوريا الديمقراطية. وكانت الاشتباكات الأعنف التي دارت حسب قيادات عسكرية في قوات سوريا الديمقراطية في حي النهضة هنا في هذا الحي، تمكنت خلالها قوات سوريا الديمقراطية من تكبيد داعش خسائر في الأرواح وفي العتاد، وتم أسر عدد من عناصر التنظيم. قوات سوريا الديمقراطية وفصائل عربية وعشائرية نجحت حتى الآن في تحقيق تقدم واسع جنوب مدينة الرقة، وأحكمت بذلك الطوق بشكل كامل على المدينة من كافة الجهات، كما سيطرت هذه القوات على 4 أحياء وقرية ومقر عسكري ومعمل هنا وقلعة تاريخية وساحة خلال 10 أيام من المعارك طبعا في المدينة ومحيطها، ليكون القادسية الحي الخامس، طبعا هنا هذا حي القادسية الذي تم تحريره من داعش. تضم مدينة الرقة 26 حيا، بينها رميلة، الروضة، البتاني، الصناعة، شارع 23 شباط وهشام بن عبد الملك، والمدينة القديمة والبريد و النهضة والمرور والدرعية ونزلة شحادة والأمين والحرية والحنة والسكة والأندلس. تتركز العمليات العسكرية في محيط المدينة بشكل كامل من 6 محاور، 3 منها من الناحية الشرقية إلى جانب محورين من الناحية الشمالية ومحور من الناحية الغربية. تسعى قوات سوريا الديمقراطية طبعا وفصائل عربية وعشائرية لطرد داعش من كامل الرقة، ومع استمرار المعارك وخسائر داعش في الأرواح واستسلام عناصره، يبدو أن الرقة باتت على مشارف التحرر من ظلم داعش كما مدينة الموصل في العراق.
في هذه الأثناء يزور حالياً مدينة الرقة بيرت ماجوريك المبعوث الأمريكي الخاص لقوات التحالف الدولي، والذي التقته مفادتنا جينام موسى، حيث صرح لنا أن العملية ضد داعش في الرقة سوف تأخذ وقتاً طويلاً ولكنها سوف تنجح. اليوم اتصلنا بعمر علوش عضو مجلس الرقة المدني الذي تحدث عن هذه الزيارة وقال إنها تضمنت عدة وعود من ماجوريك أهمها دعم قوات سوريا الديمقراطية حتى إنهاء مهمتها وإزالة الألغام من المدينة ورفع الأنقاض التي هدمها داعش وكذلك إصلاح محطات الكهرباء ورفع المياه. السيد ماجوريك قال بأنه يثني على مجلس الرقة المدني بأنه قدم خدمات كبيرة لأهل الرقة رغم قصر عمره، فأثنى على المجلس من هذه الناحية. ثم قال سيد ماجوريك بأن لديهم برنامج طموح لخدمة أهل الرقة لأنهم تحملوا الكثير من أعباء محاربة داعش كونها العاصمة المزعومة لداعش، فقال نحن سندعم قوات سوريا الديمقراطية لحين الانتهاء من تحرير المدينة بالكامل، وبعدها لدينا برنامج وفق الخطوات التالية. أولا سيتم إزالة الألغام من المدينة حتى تتاح الفرصة لعودة الأهالي آمنين إلى بيوتهم، لأن المحافظة مزروعة بكميات هائلة من الألغام. وقال في تاريخ 1/7 سيصل أول فريق لإزالة الألغام إلى مدينة عين عيسى، ومنها ينطلق باتجاه الأماكن المتواجدة فيها الألغام. الأمر الثاني قال بعد الانتهاء من إزالة الألغام سيتم رفع الأنقاض، أنقاض اللي خلفتها الحرب وأنقاض ما هدمته داعش عن قصد. ثم أعطى الأهمية لموضوع التعليم، قال سنهتم بقضية تعليم أطفال الرقة. هذه ملاحظة كانت موجودة. الأمر الآخر قال لدينا خطة بصيانة وإصلاح ما ضررته الحرب من أقنية الري ومحطات الكهرباء ومحطات رفع المياه عبر الأقنية، ليتم إتاحة الفرصة أمام الفلاحين لزراعة أراضيهم وسقايتها. إلى ليبيا، وفي لقاء حصري لأخبار الآن مع العقيد أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني، تحدث عن أسباب فشل داعش في شمال أفريقيا وبالأخص في ليبيا، كما ذكر أن الجيش الليبي هو أول جيش حارب داعش منذ بداياته في البلاد ما عجل في انهياره منذ البداية. داعش في شمال أفريقيا السبب الفشل بتاعه أنه هو كان بعيد عن البؤرة الرئيسية اللي هي بؤرة سوريا والعراق. ثانيا أن القوات المسلحة في ليبيا هي أول قوات أو أول جيش وطني بدأ في معركة ضد داعش قبل سوريا وقبل أي مكان آخر، أنها بدأ دور قتال داعش في ليبيا بالذات لم يتحصل على الفرصة السانحة لتكوين نفسه ولإعداد نفسه بشكل جيد، لازال في طور التدريب وبالتالي تم القضاء عليه بشكل سريع جدا. لازالوا عندنا في مثلا في تونس جبل الشعامبي، لكن تنظيم القاعدة ليس تنظيم داعش. في مصر تنظيم جيش اللي في سيناء وهو تقريبا ليس لداعش، هم ينتمون لتنظيم القاعدة بشكل مباشر، ولكن هناك تحالفات. هذا التحالف يبيح لمقاتل داعش أن يقاتل مع القاعدة أو العكس، ولكن ضد الجيش فقط. ولكن من الداخل كل واحد له جذوره وكل واحد له امكانياته كل واحد له متطلباته. في لقاء مع اخبار الان، كشف رئيس جمعيه انقاذ التونسيين العالقين بالخارج محمد اقبال بن رجب عن احصاءات مهمه لعدد الشباب التونسيين الذين التحقوا بداعش في كل من ليبيا وسوريا والعراق، كما شدد على ضروره وضع برنامج واضح للقيام بتأطير أكثر من 800 شاب عاد من بؤر التوتر إلى تونس. توجه عديد الشباب على أثر هذا التحريض، وكانت عديد الجنسية تتوجه، لكن مع كل الأسف كانت شباب الثورة أو الشباب التونسي هو أكثر نسبة، لأنه مع كل الأسف كانت شريحة السياسية التي تحرض. إلى أن وصلنا ما يقارب توا حاليا حسب التصريحات الأخيرة لسيد وزير الداخلية أنه ما يقارب 3000 تونسي في سوريا والعراق، ومئات الشباب كذلك في ليبيا، والجيل الجديد وهو مع كل الأسف يقال عنه أبناء الدواعش أو هؤلاء الأطفال الأبرياء، هم الآن مثال للذكرى. لحصر تقريبا ما يقارب 37 طفل
مهجزون في ليبيا، هذه الإحصائية الأولية بغض النظر على الأطفال الذين هم حاليا في تركيا وغيرها. يعني وضع صعب بالنسبة للتونسيين، وخاصة أنه كذلك ما يقرب هناك حسب تصريحات الرسمية 1000 تونسي قتل في سوريا والعراق فيما يسمى الجهاد أو غيره، وكذلك ما يقارب 800 تونسي عائد من بؤرة التوتر منذ أواخر 2012 وهم كلهم أغلبية ساحقة في السجون بتهمة الانتماء وغيره. يعني هذه أرقام التي تفزع. وكذلك آخر تصريحات السيد وزير الداخلية أنه ما يقارب وقع منع ما يقارب 27,000 شاب و500 للتوجه إلى بؤرة التوتر. يعني هذه أرقام مفزعة، وبرغم من هذه الأرقام مع كل أسف لا وجود لبرنامج واضح. في شأن القطري، قال وزير الدولة لشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور قرقاش إن على قطر العودة إلى رشدها أو أن تختار طريقها دون محيطها، مشيرا في تغريدات على موقع تويتر إلى المعاناة من تآمر قطر على استقرار المنطقة، ومشددا على دعمها لأجندات حزبية تسعى للفوضى في العالم العربي. وأشار قرقاش أيضا إلى أن المتابع للأزمة مع قطر يلحظ تحرك تيار الإخوان، وأن الولاء ليس للأوطان بل للأحزاب وتغيير النظم. دعت منظمة أطباء بلا حدود الحقوقية الدولية المنظمات الدولية إلى زيادة مساعداتها للحد من تفشي وباء الكوليرا في اليمن. وقالت المنظمة في تدويدة نشرتها عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك إنها ما تزال تستقبل وتعالج أعدادا متزايدة من مرضى الكوليرا في اليمن، وتعاني اليمن تفشيا كبيرا لوباء الكوليرا ما أدى إلى وفاة 1400 شخص خلال شهرين فقط، مع تسجيل أكثر من 200,000 حالة يشتبه في إصابتها بالمرض وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن منظمة الصحة العالمية. انتقد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة نيكاي هايلي مجلس الأمن الدولي لتقاعسه عن القيام بأي تصرف ضد إيران، وقالت إنها انتهكت مرارا وعمدا العقوبات المفروضة عليها. وقالت هايلي إن المجلس أخفق حتى الآن في اتخاذ الحد الأدنى من الخطوات للرد على هذه الانتهاكات، مؤكدة على ضرورة عدم التسامح مع انتهاكات طهران السافرة على قرارات الأمم المتحدة. قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي يانس ستولتنبرغ إن الدول الأعضاء في الحلف وافقت على إرسال مزيد من الجنود لأفغانستان. وأكد ستولتنبرغ بعد اجتماع لوزراء الدفاع في بروكسل أن التحالف سيركز على دعم قوات العمليات الخاصة الأفغانية، مشيرا إلى أهمية التعامل مع الأماكن التي يستخدمها المتشددون عبر الحدود في باكستان كجزء من حل الصراع. لنشرتنا بقية مشاهدينا، ولكن لنا عودة بعد فاصل أخير. أحييكم من جديد مشاهدينا، ونتحول وإياكم إلى مختاراتنا من الصحافة العربية لهذا اليوم. تجولنا القصير بين الصحف العربية مشاهدين لهذا اليوم خصصناه للأخبار التكنولوجية، والبداية من صحيفة الإمارات اليوم التي عنونت بين صفحاتها تريند مايكرو تطلق صندوق مشروعات ب 100 مليون دولار. أطلقت شركة تريند مايكرو المتخصصة عالميا في مجال حلول الأمن الرقمي صندوق مشروعات لاستكشاف أسواق التكنولوجيا الناشئة، مشيرة إلى أن الصندوق الذي يبلغ استثماره الأولي 100 مليون دولار أمريكي سيركز على تطوير مجموعة من الشركات الناشئة الحاضنة للأفكار ودعم استمرارها في مركز الأسواق فائقة النمو. واخترنا لكم مشاهدين من صحيفة الغد الأردنية فيسبوك تحذف 66 ألف منشور أسبوعيا. أعلنت شركة فيسبوك أنها حذفت نحو 66 ألف منشور أسبوعيا خلال الشهرين الماضيين في إطار حملة للتصدي لخطاب الكراهية. وأوضح عملاق الشبكات الاجتماعية أن حذف المنشورات قد يبدو نوعا من الرقابة، لكنه أشار إلى أن العمل جار من أجل شرح العملية وتحسين تطبيقها لمواجهة الكراهية.
من اليوم السابع المصرية مشاهدينا نطالع مايكروسوفت تطلق نسخة معينة من ويندوز 10 لحماية المستخدمين. أطلقت شركة مايكروسوفت نسخة معينة جديدة من نظام تشغيل ويندوز 10 وتضم مزايا جديدة تعمل على حماية الأجهزة من فيروسات الفدية التي انتشرت خلال الفترة الماضية. وتضم النسخة الجديدة عددا من المزايا الهامة بما في ذلك خاصية Controlled Folders التي تعمل على حماية الملفات بطريقة مبتكرة. وإلى صحيفة الرأي الكويتية مشاهدين، وكانون تطلق عدسة جديدة. أطلقت شركة كانون عدسة مبتكرة صممت لالتقاط صور مذهلة عن قرب، وتشكل العدسة جزءا من مجموعة عدسات كانون الواسعة، وتتوافق مع جميع كاميرات كانون بعدسة أحادية عاكسة رقمية فتسهل التقاط التفاصيل الدقيقة. وختاما مشاهدينا، من صحيفة النهار اللبنانية، تويتر تساعد الشرطة في الكشف عن الجرائم. جاء في تفاصيل الخبر، أكد دراسة جديدة أنه يمكن استخدام شبكة تويتر في الكشف عن الحوادث الخطيرة قبل أن يتم إبلاغ الشرطة، وأسهمت تلك البيانات في مساعدة الباحثين على تحديد المكان الذي وقعت فيه الأحداث في وقت قصير، بالإضافة إلى التنبؤ بأماكن وقوع حوادث أخرى. نعود إلى أخبارنا مشاهدينا، وفيها أيضا في خبرنا الأخير، نشر الرئيس التنفيذي لفيسبوك مارك زوكربيرغ على صفحته في الموقع شريطا مصورا للتجربة الثانية لإطلاق طائرة من دون طيار بهدف توصيل الإنترنت إلى مناطق نائية على سطح كوكب الأرض. وقال الموقع إن الطائرة العاملة بالطاقة الشمسية التي أطلق عليها اسم أكيلا الأولى لم تتحطم عند هبوطها، على عكس التجربة الأولى التي انتهت بتحطم الطائرة عند المرحلة النهائية. وتعتزم شركة فيسبوك تطوير أسطول طائرات من دون طيار تعمل بضوء الشمس للتحليق أحيانا لشهور، والتواصل فيما بينها عبر أشعة الليزر وتوصيل الإنترنت إلى الأرض أسفلها. وقبل ختام النشرة مشاهدينا، هذا تذكير بما جاء فيها من عناوين. القوات العراقية تحرر جامع النوري وتعلن نهاية احتلال داعش للموصل. قوات سوريا الديمقراطية تحكم قبضتها على داعش في الرقة، والتحالف يتعهد بتقديم الدعم. وفيسبوك تختبر استخدام الطائرات من دون طيار في توصيل الإنترنت. بهذا إذا مشاهدينا نكون قد وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا. دائما لمزيد من الأخبار يمكنكم متابعتنا على موقعنا الإلكتروني والتواصل معنا عبر مواقع فيسبوك وتويتر، ويمكنكم أيضا متابعة بثنا المباشر في ذات الموقع. مشاهدينا الكرام، أعود وألتقيكم بعد أقل من نصف ساعة في موجز الأنباء. دائما كونوا معنا.